بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي طلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم. أعزائي الطلاب، سوف نتناول بإذن الله تعالى مراجعة الوحدة الرابعة نحن والبيئة. والآن أعزائي الطلاب، سوف نبدأ بالدرس الأول، البيئة والتنمية المستدامة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: 1- توفير احتياجات الأجيال الحالية من الموارد الطبيعية دون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة. يشير هذا التعريف إلى مصطلح، أحسنتم، التنمية المستدامة. 2- حث المواطنين على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وعدم الإسراف، مصطلح، بارك الله فيكم، ترشيد الاستهلاك. السؤال الثاني، عرف المقصود بالمصطلحات الآتية: 1- البيئة. أحسنتم، البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من مكونات عضوية حية ومكونات غير حية. 2- التدوير. أحسنتم، التدوير هي عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية. 3- التنمية المستدامة. أحسنتم، التنمية المستدامة هي توفير احتياجات الأجيال الحالية من الموارد الطبيعية دون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة. السؤال الثالث، ما طرق تحقيق التنمية المستدامة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، الجواب، ترشيد الاستهلاك. 2- استخدام الطاقة المتجددة. 3- إعادة تدوير النفايات. 2- ما أسباب استنزاف الموارد الطبيعية؟ أحسنتم، الجواب، استغلال الإنسان المفرط للموارد الطبيعية مثل الإسراف في استخدام المياه، زيادة طلب الإنسان على الموارد مما يؤدي إلى تناقصها مثل قطع الأشجار. 3- اذكر أنواع الموارد الطبيعية. أحسنتم، الموارد الطبيعية تنقسم إلى موارد متجددة مثل الشمس والهواء والرياح، موارد غير متجددة مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي. السؤال الرابع، وضح جهود دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة. أحسنتم، بارك الله فيكم، الجواب، توفير المياه والطاقة الحديثة بأسعار ميسورة. 2- اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير المناخ وآثاره. 3- حماية النظم البيئية البرية والبحرية. 4- تعزيز الشراكات الدولية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة. والآن أعزائي الطلاب، ننتقل إلى حل تدريبات الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، التصحر. فهيا معي نبدأ. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: 1- من وسائل مكافحة التصحر، أحسنتم، بارك الله فيكم، حماية الغابات. 2- من الآثار المترتبة على التصحر، أحسنتم، بارك الله فيكم، حدوث المجاعات والجفاف. 3- من أسباب التصحر، أحسنتم، بارك الله فيكم، زحف الرمال. 4- يحدث الزحف العمراني نتيجة الامتداد العمراني على حساب،
أحسنتم بارك الله فيكم، الأراضي القابلة للزراعة. 5، يحدث انجراف التربة نتيجة، أحسنتم بارك الله فيكم، السيول والأمطار الغزيرة. السؤال الثاني، عرف التصحر. أحسنتم بارك الله فيكم، التصحر هو تحول أراضي صالحة للزراعة إلى أراضي صحراوية أو شبه صحراوية بسبب التغيرات المناخية والأنشطة البشرية. السؤال الثالث، صنف أسباب التصحر داخل الجدول التالي إلى أسباب طبيعية وبشرية. أعزائي الطلاب، الأسباب الطبيعية للتصحر هي، أحسنتم بارك الله فيكم، زحف الرمال وانجراف التربة. أما الأسباب البشرية أعزائي الطلاب فتتمثل في الرعي الجائر والزحف العمراني. السؤال الرابع، اقترح بعض الوسائل لمكافحة التصحر في العالم. أحسنتم بارك الله فيكم، الجواب 1، التشجير وزيادة المساحات الخضراء. 2، حماية الغابات من القطع الجائر للأشجار. 3، تثبيت الكثبان الرملية. 4، وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية. إذن أعزائي الطلاب، هذه هي وسائل مكافحة التصحر في العالم. وبذلك أعزائي الطلاب، نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.